أدرجت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية كلية ذات الضيافة في مملكة البحرين ضمن الجامعات المعترف بها والمصى بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها. نعم، وبهذه المناسبة أعرب الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لكلية ذات الضيافة في البحرين عن اعتزازه بانضمام ذات إلى قائمة الجامعات المصنفة المعترف بها في السعودية، مشيرا إلى ما تحظى به الكلية من تطور على الصعيد الأكاديمي والمهني. أشار الشيخ خالد بن خليفة إلى أن الاعتراف بكلية باتل في السعودية يعزز محاور اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين البلدين، موضحا بأنها خطوة مهمة لتحقيق أهداف الكلية في جعل المملكة مركزا للتدريب في مجال قطاع الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط. ونوه الشيخ خالد بن خليفة بدور هذه الكلية في تحقيق أهداف استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026.